احنا السنه اللي فاتت كنا في مارينا قايمه كنا مع بعض وبتاع، فكانت معانا ان احنا ننزل المايه في الروقان الساعه 8 الصبح كده ولا 9، ننزل في جزيره هناك في مارينا لو عارفها في الروقان. فنزلنا انا وكم واحد صاحبي، فالدنيا فعلا كانت على هادي مفيش حد، فكان جنبنا واحد ومراته او صاحبته الله اعلم، ما اعرفش ما ركزتش معاها. هم احنا في المايه وبتاع، فانا لقيت الراجل ايه بيقول إيه عصام يا عصام، فانا ولا صاحبي اسمه عصام، فبقول له لا عصام الراجل بينادي عليك. قال لي راجل مين؟ قلت له الراجل اللي هناك ده. قال لي مين يا ابني؟ والله العظيم ما اعرفه. قلت له عم والله العظيم بينادي عليك، شوفه طيب بس مش هتخسر حاجه. راح له قال له ايوه حضرتك بتندي عليا؟ قال له لا يا باشا. قال له اصل حضرتك بتقول عصام وانا اسمي عصام. قال له يا باشا انا اسمي عصام. قال له طب حضرتك بتندي على نفسك؟ قال له لا يا باشا بنادي على المدام بتاعتي، بس اكيد مش هناديها باسمها قدامكم يعني. قال له اه يا فين المدام بتاعتك؟ قال له لابسه بكين احمر هناك. ايه ده؟ ثواني في ايرور. قال له يعني حضرتك يعني هي لابسه بكيني؟ بتنادي على عصام؟ ده انت راجل جدا، ده انت راجل جدا، انت عصام جدا، ده انت عصام قوي.